اهلا بيكم. النهارده اول حلقه من حلقات لايف مع نجم. اولا كل سنه وانتم طيبين. لايف مع نجم على اكونت يلا كوره، هنكون كل يوم مع بعض مع نجم من نجوم الرياضه المصريه. هنحاول ان احنا نفك شويه الجو بتاع حظر التجول مع رمضان، وهيكون انترفيوز لايت وخفيفه مع نجوم الرياضه المصريه. انا جهاد عروبي. النهارده هيكون معانا كابتن احمد مجدي، نجم نادي جونه الحالي ونجم طبعا الزمالك والمحله والمقاولين والانتاج السابق ونجم طبعا منتخب مصر. هنساله كلنا مع بعض، هيجاوب على اسئلتكم وهيجاوب على اسئلتي، وكل يوم ان شاء الله هنكون مع بعض. ابعتوا لنا اسئلتكم وهنجاوب عليكم. دلوقتي كابتن احمد مجدي هيدخل معانا. مستنيين كابتن احمد. ايديك يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ جهاد، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبة، وكل سنة والمشاهدين طيبين، ورمضان كريم عليهم كده، ويا رب الأيام دي تعدي على خير كده إن شاء الله. عامل ايه في رمضان والحجر والكلام ده والحظر؟ والله زي أي حد طبعا، ملتزمين بالإجراءات اللي وزارة الصحة بتتبعها، وبنحاول بقدر الإمكان نقضي رمضان، الطقوس بتاعة رمضان، الصلاة والصيام، وإن شاء الله الأيام دي تعدي على خير والحياة ترجع لطبيعتها قريب إن شاء الله. ان شاء الله نتمنى النهارده نكون خفيفين على الناس اللي بتتفرج علينا كده بلطف. انا هاخد حضرتك بعيد عن الاكشن بتاع الرياضه، بما ان احنا مهدين اكشن شويه الفتره دي عشان الدوري واقف. بس طبعا انت عارف الرياضه المصريه او الكره المصريه بالذات على طول الاكشن فيها شغال. لا، احنا مميزين قوي في الموضوع ده، مش عارف ليه، مع ان الحياة ابسط من كده بكتير. بالظبط. الناس من اول ما موضوع الفيروس كورونا بدأ، ومشاحنات ومقارنات بين ناس كتير ملهاش اي علاقة بالرياضة عامة. يعني يعني احنا هنحاول نبعد عن الكلام ده. انا عارفه ان حضرتك لعبت في كل تقريبا كل المنتخبات الفئات العمريه لمنتخب مصر، فهسالك اسئله سريعه كده، وانا عارفه ان هي اجابتها ممكن تبقى سريعه، فهنحاول ان احنا نلعب مع الناس شويه وبعد كده نجاوب على اسئلتهم كمان. كابتن احمد معايا؟ إن شاء الله هتكون حلقة كابتن احمد كويسة إن شاء سامعني؟ الله، ونحاول بقدر الإمكان نخفف على الناس شوية. ان شاء الله. بقول لك نبتدي بقى. اول سؤال معايا، لعبت انت في كل الفئات العمريه كل المنتخبات المصريه زي ما قلت لك، قول لي ايه اكتر مباراه ليك مع منتخب مصر مش هتنساها ابدا، ودايما المباراه دي بتيجي على دماغك على طول. لا، هي أكتر مباراة كانت بالنسبة لي مهمة، كنا في تصفيات أولمبياد لندن، كانت البطولة في المغرب، وكان أول ماتش لينا مع الجابون. طبعا الجابون بالنسبة لتاريخ مصر يعني إحنا أعلى طبعا، طبعا بس اتفاجئت طبعا بمستوى فرقة الجابون، كان مستوى كويس جدا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع بالماتش ده 1-0، والحمد لله جبت جون المكسب، وقدرت اساعد المنتخب في الفترة دي ان احنا نصعد اولمبياد لندن بعد 20 سنة متهيألي، مع الكابتن هاني رمزي، وكنا جيل طبعا كويس. كان جيل مميز جدا، اعتقد كل الناس فاكره الجيل ده. طب انا بالظبط. هاخدك بقى السؤال بتاع احلى جول جبته ليك او اكتر جول ليك بتفتكره وبتحب تتفرج عليه من وقت للتاني، هل هيكون هو الجول ده؟
لا، هو الجون ده له يعني له ذكرى معايا كويسة، بس مش أحلى جون. أحلى جون كان مع نادي الإنتاج الحربي ضد حرس الحدود في الدوري، كان تسديدة منطقة الجزاء، وده بالنسبة لي كان أحلى. ده كان موسم 2006، ده كان الموسم اللي قبل الزمالك على طول ولا اللي بعد الزمالك تقريبا، صح؟ لا، الموسم اللي قبل الزمالك الموسم اللي قبل الزمالك على طول، ايوه بالظبط. موسم 2016 2017 تقريبا، بالظبط. هو أكتر او كان جون كويس، انا فاكره الجون ده. طب قول لي بقى، ايه اكتر لاعب، يعني دايما احنا عارفين في الكوره ان الكوره فيها كيمياء، في لعيبه كده وانت طبعا باك يمين، وفي لعيبه يعني وانت بتلعب معاهم كده بتحس ان هو بيكملك الثنائي يعني بتاعك. اعتقد ان الباكات اليمين دايما الثنائيات بتاعتهم يا بيبقى هاف رايت يا بيبقى مهاجم هيدر، انت مين الثنائي بتاعك اللي فيه كيمياء بينك؟ لا هو باك رايت اول خالص، بس انا لعبت دي مع الكابتن شوقي غريب، وهو كان موظفني في الحته دي، فكان اللي بيكملني في الفتره دي كان صلاح امين. كان طبعا مهاجم كويس، كان كابتن بيقدر صلاح يعمل اي يعني من بالظبط. احسن الهدف. حتى هو الجون اللي جابه كان اللي هو الباكورد ده انا اللي كنت عامل الكروس من ناحيه اليمين ده كان جو مميز جدا في الدوري المصري. بالظبط. طب انت يعني كابتن احمد، انت جوكر برضو، انت لعبت باك رايت ولعبت ديفندر ولعبت هاف رايت، لعبت في مراكز كتير، بس كنا دايما يعني اكتر حاجه اعتقد كنا بنشوف حضرتك في مركز الظهير الايمن. انت دلوقتي بتقول ان ده، لا ده مش المركز اللي انت بتحبه، ما انت اكتر مركز بترتاح وانت بتلعب فيه ايه هو؟ انا اكتر مركز حاليا اكتر مركز بحبه دلوقتي بلاي ميكر. ده اكتر مركز بحبه دلوقتي، لكن الفترة بتاعت الكابتن شوقي غريب كنت تحس ان احنا متكاملين، كنا بنلعب في صح. مراكز كتير وكنا كلنا بنكمل بعض. اعتقد ان فرقه الانتاج مع كابتن شوقي غريب دي الفرقه اللي كله كان مراهن ان هي مش هتنجح ونجحت نجاح، يعني الناس كلها بصمت عليه بقى. خدنا في الأول انتقادات كتير، بس ماتشات عملنا انتفاضة كويسة وقدرنا ان احنا نخلص الدوري في المركز السادس او الخامس. دي هي. طب قول لي مين اكتر لاعب لعبت معاه وكان بيمتعك كده، كنت بتبقى مبسوط وانت بتلعب معاه؟ كابتن احمد النت عندك قوي. نلعب ان انت تلعبي مع شيكابالا، لا يعني في اولمبياد. دي حقيقة. بس انت لعبت مع بوتريكا في انا كنت لسه هسألك حضرتك لعبت مع بوتريكا امتى، بس انت لعبت مع بوتريكا صح في الاولمبياد، كان بوتريكا واحمد فتحي وعماد متعب هما الثلاثة اللي كانوا معاكم في الاولمبياد لندن، صح؟ اكيد. طب قول لي كده، يعني السؤال بقى اللي كل الناس عمالة تتخانق عليه بقى لها فترة، اللي هو لما بنيجي نسأله لحد الناس لا كده، مين احسن مهاجم في تاريخ مصر في وجهة نظر احمد مجدي، اللي هو احمد مجدي اللي بيتفرج على كورة؟ رد قاطع. ها ما فكرتش انت. بالظبط. كابتن احمد النت عندك شوية مش احسن حاجة. كابتن احمد مش معانا. طيب هنحاول نجيب كابتن احمد تاني، احنا عايزين نشوف اسئلتكم عشان لما كابتن احمد يرجع نسألها له، وبعتوا لنا اسئلتكم وقولوا لنا تحبوا نسأل كابتن احمد ايه تاني. بفكركم تاني احنا في لايف مع نيل،
في يلا كورة، هيكون معانا كل يوم نجم من نجوم الرياضة المصرية، كل يوم على يلا كورة، على اكونت يلا كورة على الانستجرام. هنرد صدقوني على كل الناس يا عصام، بس كابتن أحمد يرجع. هيبقى كل يوم الساعة 11 يا ميسرة، كل يوم الساعة 11 لايف مع نجم من نجوم الرياضة المصرية، مش بس الكورة، على يلا كورة. أنا جهاد عرابي، و ثانية واحدة هحاول بس نجيب كابتن أحمد مجدي. رمضان كريم عليكم كلكم. ويسألونا تاني، تحبوا نسأل كابتن أحمد إيه؟ عشان كل الأسئلة نحاول نجاوب على أكتر عدد من الأسئلة. مش عارفة فين المشكلة. في مشكلة ان كابتن احمد يرجع تقريبا. طيب احنا ممكن نوصل اللايف ونرجع تاني. استنوني هرجع انا وكابتن احمد مجدي نجم الجونة لايف مع نجم، اللي هيكون معاكم كل يوم على يلا كورة.